قوات سوريا الديمقراطية تقصف بالمدفعية مدن عزاز ومارع بريف حلب الشمالي وتوقع جرحى في صفوف المدنيين، وطيران النظام يقصف ريف المهندسين الثاني غرب حلب ويتسبب بمقتل سيدة وإصابة آخرين. المدفعية التركية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في منغ وعين دقنة والمالكية ومرعناز بريف حلب الشمالي. مقتل عنصرين من الجيش الوطني إثر التصدي لمحاولة تسلل لقوات سوريا الديمقراطية على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي. فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحرائق في الأراضي الزراعية في عدة مناطق شمال سوريا، منها بلدات قباسين والأتارب وأورم الكبرى بريف حلب وقرية اشتبرق في جسر الشغور بريف إدلب. قوات الأمن التركية في مدينة اسطنبول تلقي القبض على 11 مواطنا تركيا في حملة استهدفت المحرضين ضد السوريين على خلفية مهاجمة بعض الأتراك لمحلات سوريين في منطقة إكتلي وتكسيرها. قوات الأمن التركية تعتقل 6 أشخاص في ولاية أضنة التركية بتهمة الانتماء والترويج لتنظيم الدولة، 3 منهم سوريون. ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لتسجل 590 ليرة أمام الدولار و666 لليورو و104 ليرات أمام الليرة التركية.